رجعنا لحضراتكم مشاهدينا علشان نبدأ فقرات برنامجنا طعم البيوت، وطبعا بنحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيد، ذكرى 50 اليوبيل الذهبي. الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الرسمية تهنئة للشعب المصري بهذه الذكرى العطرة، بيقول فيها: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، والذي يعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. تحية فخر وإعزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي. رحم الله كل شهداءنا الذين منحونا حياتهم لتحيا مصر ويحيا الوطن. كل عام وأنتم بخير. دي كانت تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى حرب أكتوبر 73، الذكرى 50. 50 سنة على النصر، 50 سنة على الفخر اللي احنا عايشينه، 50 سنة على العزة أو الكرامة. مهم جدا أننا نعرف ونفضل فاكرين هذه الذكرى، مهم جدا أن الأجيال الجديدة كمان تحتفل معانا بهذا النصر. مهم أننا لما نكلم الأجيال اللي عايشة معانا دلوقتي نكلمهم بلغتهم عشان يوصل لهم المعنى، يوصل لهم الفداء والبطولات. مهم جدا أننا نقرأ عن هذه الحرب، نقرأ اللي مكتوب وكتبوه المصريين، ونقرأ كمان اللي كتبوه الأجانب عن هذه الحرب. المذكرات اللي بيكتبها القادة بتكون مهمة جدا، لأنها بتكون فيها كل التفاصيل، هم اللي عاشوا هذه المرحلة. خلينا ناخد مع حضراتكم مداخلة تليفونية معنا الإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر. ألو، مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذة مروة، أهلا، كل سنة طيبة. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب وأنتوا طيبين، والشعب المصري والعربي ومسبيرو دايما بيسجل هذه الانتصارات وبيحتفل بهذه الذكريات الجميلة. عايزين من حضرتك تعبيرك عن إحساسك بمرور 50 سنة على نصر أكتوبر. حضرتك كنت معانا في ماسبيرو واحتفلت على مدار سنين كتير، لكن اليوبيل الذهبي أكيد ليه إحساس خاص ومذاق خاص. الحقيقة اليوبيل الذهبي ملهم، ونصر أكتوبر ملهم عبر كل السنين، يعني كل ما تتذكري الأحداث وتستعيد الذكريات. يعني لسه شايف فيلم عالمي عن جولدا مهير في لحظة القلق والحزن والانهيار اللي حصلت لهم بعد انتصار القوات المصرية واستغاثة القوات الإسرائيلية المحاصرة في سيناء. يعني هي حاجة رائعة وملهمة. أنا يعني ترجمت الكلام ده شعرا، ربنا يعني حافظ مصر حتى بالجغرافيا. تأملي الخريطة كده في هذه القصيدة السريعة: مصر الجميلة وجهها قمر الزمان، وفرعها في الحسن آية، النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر، والدلتا رواية، والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية، إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين فارتسمت خرائطها حماية. الله أكبر كبروا، عاشت بلادي حرة، عاشت بلادي في العلا من بدئها حتى النهاية. يعني حضرتك أحسنت، الكلمات معبرة والإحساس باين مع نبرات صوت حضرتك. كمان احنا كنا بنتكلم من خلال فقرتنا السابقة في برنامج زينة عن ازاي الإعلام كان بيعبر وليه دور في انه يوصف المعركة، يوصف الأحداث، يوصف إحساس القادة اللي كانوا موجودين، يتكلم عن الشهداء وبطولاتهم. فحضرتك كلمنا عن دور الإعلام في استمرارية رواية هذه البطولات. الحقيقة طبعا الإعلام المصري ومسبيرو تحديدا كان مشاركا في هذه الانتصارات بالمشاركة في خطط الخداع. يعني من أيام الدكتور عبد القادر حاتم، وكان في خطة ذكية جدا للخداع في الإعلام، إنه مفيش حرب،
وده اللي عمله الرئيس السادات بطل الحرب والسلام، انه فعلا نجح في انه يوهم اسرائيل والغرب وامريكا انه ما فيش حرب. الاعلام عمل دور رائع في المساله دي، وبعدين عمل تمهيد بعد كده لما دخلنا في الحرب، يعني عمل تغطيه رائعه واستنفار للشعب للمشاركه، فكان يعني كانت ملحمه وطنيه ما بين الجيش والاعلام والشعب، كانت حاجه بديعه. بعد كده كان طوال الوقت في نوع من التوثيق، لان ماسبيرو هو ذاكره الامه. احنا عندنا اكبر مكتبه بتسجل تاريخ مصر بصوت وصوره. ايوه. فدايما كان في كل المناسبات ابطال اكتوبر ضيوف في استوديوهات ماسبيرو. كان دايما كل المخرجين الرائعين بيعملوا اعمال وثائقيه وتسجيليه وبرامجيه عن هذه الحرب، والحقيقه تعتبر يعني فعلا ذخيره، انا بسميها بقى بلغه الانتشار ذخيره اعلاميه حيه بنفتخر بيها. اكيد. كمان الفنانين كان ليهم دور كبير جدا اثناء حرب اكتوبر وبعد اعلان النصر في كتابه الكلمات اللي يعني بتخلي الشعب يتفاعل مع الاحداث وبتعبر عن هذه اللحظات الخالده في عمر الوطن. الحقيقه فعلا ده حصل، وكانوا يعني بعفويه تامه، واللي هو انت عارفه ايه؟ الابداع على الهواء. ايوه. زي ما كان الانتصار كده اختراق لخط بارليف وتحليق في سماوات سينا وصولا الى تهديد للعمق الاسرائيلي، فالمبدعين المصريين كان عندهم هذه الروح ان هو عاوز يعمل بريك ثرو، عاوز يعمل اختراقات. ففي الابداع هم في الاستوديوهات كانوا بيقعدوا يلحنوا يعني في نفس الوقت على الهواء، كانهم على الهواء يعني. يلحنوا الاعمال ويغنوها ويسجلوها ويجمعوها. يعني الاغاني زي بسم الله والله اكبر، يعني الاغاني دي كانت فعلا بتتعمل يعني ايه وليده اللحظه. ايوه بتلقائيه. يعني التلحين الحي، الابداع الحي، التاليف الحي، المشاعر الحيه. والشعب كله الحقيقه حتى لغايه دلوقتي احنا لما بنسمعها بتهز مشاعرنا وبتخلينا نستعيد شريط الذكريات مره اخرى. اكيد. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا من خلال التليفون، ضيفنا اللي كان منورنا الاعلامي الكبير جمال الشاعر. لسه مع حضراتكم بنتكلم عن حرب اكتوبر. كلنا تابعنا الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اللي تم إذاعتها أول امبارح، الندوة رقم 38. الحقيقة وجود الرئيس مع الشعب ومع القادة ومع السادة الوزراء احتفالا بهذه الذكرى بيكون مختلف. كمان سمعنا مجموعة من الأجيال وهي بتغني، زي ما شفنا زمان الفنانين الكبار اللي بيكتبوا الكلمات بمنتهى التلقائية والسرعة. كمان على مر السنين الفنانين بيقدروا انهم يعبروا عن هذه الاحداث. معانا على التليفون مداخله تليفونيه اخرى النجمه الكبيره السوبر ستار الهام شاهين. مساء الخير يا فندم. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكل مصر طيبين وبخير، ودايما اسم مصر مرفوع لفوق، واحتفال كبير النهارده مرور 50 سنة على هذا اليوم العظيم انتصار أكتوبر، يوم العزة والكرامة، يوم النصر العظيم. يعني كل سنة وجيشنا الباسل دايما عظيم ودايما حمينا وحامي أرضنا، وربنا حامي مصر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني احنا لما بنحتفل بمرور 30 سنة و 35 سنة و 40 سنة و 45 سنة غير الاحتفال بنصف قرن، 50 سنة من النصر، 50 سنة طبعا. احساس مختلف واحتفال مختلف، واكيد الفنانين بيقدروا يعبروا باعمالهم وبكلامهم بشكل مختلف بيوصل لقلوب المصريين. تقول لنا ايه حضرتك بمناسبه مرور 50 سنة على انتصار اكتوبر؟ اكيد فرحه كبيره جدا جدا،
واحنا عبرنا عن ده وقلناه امبارح على المسرح، لانه امبارح كان ختام مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي، والدوره السنه دي كانت باسمي، وكلنا عبرنا عن فرحتنا الكبيره، وان يعني تزامن ان احنا بنحتفل بالفن وبالسينما مع الاحتفال العظيم فن مصر في مصر اكتوبر، ومرور 50 عام يعني نصف قرن على هذا الحدث الكبير جدا جدا. والحمد لله ان الواحد عايش المرحله دي، وعايش وشايف ان احنا كنا موجودين، وده شيء الحقيقه عظيم. لازم كل الاجيال الصغيره اللي جايه تبقى عارفه تاريخها كويس، وعارفه قيمه اللي احنا فيه، وقيمه جيشنا الباسل اللي قدر يحمي ارض مصر وترجع لنا ارضنا كامله الحمد لله. فده تاريخ عظيم، تاريخ مشرف فينا، لازم الاجيال الصغيره كمان تعرف. فيا رب كل سنه واحنا دايما طيبين ومنصورين، ومصر عاليه وفي القمه دايما. شكرا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، وربنا يديك الصحة ويمتعك دايما بكل الأفكار الجديدة اللي تقدميها للمشاهد المصري. احنا دلوقتي محضرين لحضراتكم تقرير عن بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية.